مشاهدينا الكرام، ها هي انطلاقتنا هنا، هذه الانطلاقات صوتنا وتحدياتنا وإثاراتنا المتميزة خاصة بالقعدان. هذا الشوط نتابع الصدارة، نتابع خوف سالم بن ناصر بن سليمان العيسائي على الصدارة وعلى المركز الأول، بينما المركز الثاني الغالي على المركز الثاني حمد بن سالم بن حمد بن حبتور العامري، والوصول من مشكور لحمد بن عبد الله بن حمد بن مشيط المري المنطلق على ثاني الثالث المراكز. والمركز الرابع ياتي مبعد مطر بن يمعة بن عيد بالكوس الفلاسي، هذه الانطلاقات. وهناك ياتينا الشميمي لسعيد بن علي بن سعيد بن السبع الدرعي، هذه الانطلاقه، هذه هي الاسماء، ها هي التحديات، ها هي الإثارة. ونعود هنا إلى خوف على الصدارة، سالم بن ناصر بن سليمان العيسائي على الصدارة على المقدمة، ولكن مشكور القادم، مشكور القادم بهذه الانطلاقة والتحدي. الله الجميل، الله، تحديات وإثارة. هنا حمد بن عبد الله بن حمد المري، وهنا الغالي حمد بن سالم بن حمد بن حبتور العامري، وأرى مكلف حمد بن محمد بن مصلح الإحبابي قادم، وهناك أيضا شاهين لمحمد بن سعيد بن مطر الرميثي. ولكن هنا الله 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 الله، يسلم، مشكور 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 مشكور. من غير على الصدارة؟ حمد بن عبد الله بن حمد بن مشيط المري، من انطلق بالصدارة، انطلق بالمقدمة وبالمركز الأول. تهانينا تهانينا وناموس على هذا الفوز الجميل والانطلاق للمرة الثانية. سلام للباهية، سلام على هذا الأداء المميز الجميل. هانينا وناموس على فوز مشكور حمد بن عبد الله بن حمد المري. والمركز الثاني خوف سالم بن ناصر بن سليمان العيسائي، ومكلف لحمد بن محمد بن مصلح الاحبابي، من وصل على المركز الثالث. الرابع لمحمد بن سعيد بن مطر، والمركز الخامس هناك حمد بن سالم بن حمد بن حبتور العامري. ودقيقتين وتسع ثواني هو التوقيت الزمني لمجريات هذا الشوط. تهانينا لحمد بن عبد الله بن حمد المري على هذا الفوز المميز.